لو احنا نظرنا في ذلك الوقت الى هذا العالم الذي خرج بعد الحرب، نفتكر انه هذا عالم خرج نمرة واحد بقوتين رئيسيين فيه، نمرة اتنين بصراع بين هاتين القوتين اللي هما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية، وانه الموضوع اخذ طابع عقائدي بحكم ان واحد فيهم كان بيمثل الرأسمالية وواحد كان بيمثل الشعوري، وانه على طول قامت بينهم ما سمي بالحرب الباردة، وبعدين على طول حصل اكتشاف السلاح النووي او كان اكتشف الحرب وسبقت بيه امريكا، ثم جت روسيا ولحقت بها، وبالتالي قام نوع من التوازن النووي في ظل حرب باردة وفي ظل السباق. وفي هذا الاطار بدات تنشا حركات تحرر وطني بادئه من اندونيسيا الى الهند. وعندنا هنا، عندنا هنا في العالم العربي ما كانتش واخده شكل ثوره، كانت واخده شكل المطالبه بالاستقلال بالعقليه القانونيه، كانت واخده شكل المطالبه بالحقوق. انجلترا جت وهي مطالبه بالانسحاب، لازم نلاحظ ده، مطالبه بالانسحاب تحت ضغوط في طلب الاستقلال على الاقل في مصر وفي العراق. ما عندهاش موارد تستطيع ان تحتفظ بجيوش كبيره تقمع. راغبه في ترتيبات بشكل ما تستطيع فيها ان تقلل اعبائها الامبراطوريه. تشعر ان امريكا بتاريخها. بدات انجلترا تعمل لعبه غريبه جدا. نمره واحد، بدات انجلترا تقول والله انتم مدين، تقول في خناقات بقى الحرب انتهت واليهود حاسين انها لحظه انشاء الدوله، ناو اور نيفر، الان او لا، لا امل. فبدوا يضغطوا جدا في فلسطين، وبدات انجلترا الدوله المنتدبه بتحس ان الامور بتفت من ايديها. فبداوا يعملوا حاجه واضحه قدام كل الضغوط اللي هم بيتعرضوا لها. بداوا يحاولوا، اول حاجه انه بدوا يتكلموا على ان الهجره ده امريكا هي اللي بتضغط في موضوع الهجره ومش هم، هم مش واقفين على الهجره. وغرضهم ايه؟ غرضهم انه يعملوا وقيعه او على الاقل يعملوا حساسيه ما بين العرب وما بين الامريكان اللي هم بيرثوه. وبالتالي بدا يقولوا في كل مكان ان والله نحن ضد الهجره اليهوديه لفلسطين على الاقل من غير التشاور معاكم. لكن الامريكان بيتكلموا عنها. في ذلك الوقت امريكا الرئيس روزفلت كان مات وحل محله هاري ترومان اللي احنا بنتهمه بان هو وراء انشاء الدوله اليهوديه، وهو اتهام محتاج شويه مراجعه. فاول حاجه الانجليز جايين، والله موضوع الهجره يا اصدقائنا العرب، موضوع الهجره اللي انتوا بتتكلموا عليه ده مش فايدنا، ده الامريكان بيضغطوا عليه، بيضغطوا علينا فيه وبيشترطوا الى اخره. الحاجه الثانيه انه بدوا هما بينفذوا مشروع التقسيم، لان هما هدفهم دوله يهوديه ودوله فلسطينيه، وفي ذهنهم فكره التقسيم، لانه حصل من قبل ذلك في رغبتهم لتنفيذ مشروع الدوله اليهوديه انه جت في جان بريطانيه ملكيه او غير ملكيه، مجلس عمومي يعني، تبحث في موضوع الفلسطيني ووضعت قرارات مختلفه للتقسيم او على الاقل مشروعات مختلفه للتقسيم. في مساله مهمه تانية، وهو انه في هذا الوقت بعد الحرب العالمية الثانية، فكرة تقسيم الكيانات لتجنب النزاعات أصبحت مطروحة. بمعنى أن الهند قسمت، شبه القارة الهندية قسمت بهند وباكستان. بمعنى أنه ألمانيا قسمت بين شرق وغرب. فكرة التقسيم كان مطروحة وبالتالي كانت شائعة. فإنجلترا بقت تقول الهجرة وبدأت تقول التقسيم. والغريبة جدا أنها بدت وكأنها تسعى الى الحركة التقليدية اللي عملتها في كل مستعمرة، في كل بلد اتطرت الخروج منه، عملتها في افريقيا وعملتها في اسيا، عملتها في اسيا اولا وعملتها في افريقيا فيما بعد، لم تترك خط حدود الا وعليه منازعات. وبدا كما لو ان انجلترا، ودي هنشوفها بعدين، كما لو ان الحكومة البريطانية او جهات معينة في الحكومة البريطانية تسعى الى ايجاد نوع من النزاع في هذه المنطقة قد ياخذ شكل السلاح، بهدف انه عدة حاجات. حاجة اولية احراج امريكا. الحاجة الثانية انه يبقى في مبرر انه العالم الدول يقول لانجلترا انتوا هنا حسبونا بؤرة خطرة، من فضلكم استنوا استنوا واحنا ندفع التكاليف، زي ما كان في دول توضع تحت الوصاية بعد الحرب، بعد سقوط المانيا، او مناطق وضعت تحت الوصاية والامم المتحدة تساعد في الصرف عليها او تصرف عليها.
وبدأ الإنجليز يفكروا إنهم قد يبقوا في فلسطين وقد يبقوا هناك وبتكليف آخر غير الانتداب بنوع من وصاية الأمم المتحدة، منتدبين من الأمم المتحدة بدل من انتداب عصبة الأمم، وإن الأمم المتحدة تصرف عليها والأمريكان يخشوا فيها. وبدوا كما لو كانوا راغبين في إحداث تناقض يكاد يكون مسلح في المنطقة، لأنه الطريقة اللي اتصرفوا بيها ساعات تبان محتاج لتفسير، جنب انه يمكن ايضا ممكن نضيف ده كله انهم راغبوا في انهاء الحركات المطالبة بالاستقلال بخطر يهدد السلامة الوطنية للبلاد اللي بيتكلموا عنها، وبالتالي يضعهم لاول مرة يمكن في حياتهم قدام مشكلة امن، وبالتالي لان انجلترا بتلعب لعبة في منتهى الغرابة. هذه اللعبة بدت والوثائق فيها واضحة جدا. وقف ارنست ديفن وزير خارجية انجلترا، وقف بمنتهى البساطة بيقول انه احنا قدام موضوع بريطانيا غير قادرة على البت فيه وحدها، وهو موضوع الهجرة اليهودية، ونحن متعرضون الى ضغوط من الرئيس ترومان وقد سماه باسمه لكي نفتح ابواب الهجرة، وهذا موضوع بيعمل خلل في المنطقة العربية اللي احنا موجودين مسؤولين فيها، ونحن سوف نذهب بهذا الموضوع الى الامم المتحدة الجديدة والوليدة لكي نضع هذه المشكلة قدام المجتمع الدولي. وبالفعل راحهم في فبراير سنة 1946 وطرحوا موضوع فلسطين، وقالوا انهم ناويين يتخلوا عن تاب السنة الجاية. احنا عندنا انتداب مكلفين به، لكن هذا الانتداب اصبح مشكلة صعبة ومعقدة جدا، وانه احنا دول اليهود بيضربوا فينا والفلسطينيين زعلانين مننا وبيضربوا فينا والملوك العرب بيطالبونا واليهود بيقولوا هجرة الى اخره، فاحنا هذا موقف نطلب فيه مشروع الامم المتحدة. وهم دخلوا واعتقادي انهم متصورين ان الامور قد تنتهي الى وضع اكثر ملائمة لهم. هنا بقى بنيجي للدور الامريكي، وانا بعتقد انه ده ايضا موضوع يستحق منا الالتفات، لانه حتى هذه اللحظة هذا موضوع مؤثر علينا، لكن مؤثر علينا على عكس تصوراتنا. انا ده موضوع هقف قدامه لفترة لمسألة طويلة شوية، لانه احنا بناخد مسلمات تقال، احنا حطينا صورنا انه من اول لحظة امريكا جت والرئيس ترومان جاء وانحازوا الى اسرائيل، وانا بقول والوثائق قدامي تثبت ان الامور كانت مختلفة، وانا في ده هحط قدام حضراتكم واحنا بنتناقش نتكلم سوا، حط اليوميات اللي كتبها هاري ترومان الرئيس الامريكي بخط ايده. الراجل ده كان راجل من ولاية ميسوري، وهو راجل يعني كما يبدو حتى بالكلام اللي بيكتب كاتبه راجل بسيط جدا، ولكن وبعدين رشح نفسه لمجلس النواب ونجح في مجلس النواب، حتى مش مجلس الشيوخ يعني، وبدا في اللجان بدا انه راجل بسيط ومندفع، وانه بيمثل امريكا العادي، والى حد ما في الكونجرس بدا يبقى ملحوظ. روزفلت جاء في اخر مره في انتخابه ومش عاوز وراه نائب رئيس قوي ولا يتعبه، فخط هاري ترومان. وجاء هاري ترومان في انتخابات سنة 44 نائب رئيس، وفي اول 45 مات روزفلت، واذا بالعالم يلاقي قدامه هذا الرجل الذي تخيله كانوا بيسموه كده نون انتيتي، رجل بلا شخصية باهتة يعني، ايه ده هاري ترومان يعني، اذا به سيد البيت الابيض. سنة 46 هو بدأ يكتب سنة 46 في شركة من الشركات ادته مفكرة زي المفكرات اللي الشركات مرات بتديها لكن دي كانت مفكرة فاخرة جدا، اغرت هاري ترومان يكتب يوميات. بدأ انا عايز اقول انه في كتير قوي من سياسة العالم بيكتبوا يوميات، وهذه من ابدى الحاجات يعني. هنا انا عندي يوميات اللي كتبها بن غوريون طول فترة حرب فلسطين وقبلها، وكان بيكتب كل يوم كل يوم كل يوم، بحيث انه قدامي سجل كان بيفكر ازاي. هاري ترومان بدا يكتب وبدا سعيد جدا بالمفكره اللي جات له، وهو كاتب كده بيقول انا جات لي مفكره
وانا مبسوط بيها قوي، ولذلك هسجل فيها تصوراتي كل يوم. بدأ يقول ايه اول يوم بيتكلم، وانا معلش عاوز دي لانه مهم قوي، انا بعتقد انها دراسيا مهمه جدا، سياسيا مهمه جدا لنا، وذاك انا هقف قدامها لانه هذه وثائق فرضت عليها السريه لمئة سنه، لانه اعتبر انه هذه وثائق قد تكشف كتير قوي عن السياسه الامريكيه، وبالتالي كان مرغوب في حجزها الى ابعد مده ممكنه، ثم استخرجت بواسطه قانون حريه المعلومات. المفكرة اللي راح الناس اطلعوا على المفكرة فوجئوا بالطريقة اللي بيكتب بيها الرئيس الأمريكي، لأنها مليانة حتى أخطاء لغوية وأخطاء في الأسماء والحاجات دي كلها، لكن راجل فرحان، راجل بسيط وفرحان. ففي أول يوم أو في يوم من الأيام اللي كاتب مثلا يوم 2 يناير سنة 1947 اللي هي السنة اللي حصل فيها قرار التقسيم. إحنا كنا قرار انجلترا راحت للمجلس الامن او راحت للامم المتحده جماعية الامن تقول لهم الانتداب صعب عليا قوي، ده كان في 46. 47 دخلنا في الامم المتحده بتبحث الموضوع وفكره التقسيم موجوده، والرئيس الامريكي روزفلت ترومان بيكتب يوميات، واليوميات مهمه جدا لنا. يوم 2 يناير مثلا على سبيل المثال هو يوم 1 يناير بيتكلم فرحان قوي بالسكرتاريه والمرافقين اللي عنده، وراجل بسيط ولقى نفسه مره واحده جوه البيت الابيض. طيب في اليوم الثاني بيكتب بيقول انه لقى ثلج الصبحيه قدام البيت الابيض، وانه حاجه ظريفه جدا الى اخره، والمنظر من البيت الابيض على اللون على الحشيش اللي قدام البيت الابيض حلو قوي. وبعدين بيقول ان جات له في اليوم الثالث، بيقول جات لي اليانورا روزفلت اللي هي مرات ارمله فرانكلين روزفلت الرئيس اللي جابه، وهو بيقول انها جات لي بتعتذر لي عن تصرفات ولادها، لان ولادها زي ما بيحصل في كل الرئاسات والرؤساء بدوا يتكلموا وحش على الرئيس الجديد اللي هو خلف ابوه. وهي جت اليانورا جت لترومان تقول له ما تضايقش منهم قوي، وانت عارف ده مساله انسانيه طبيعيه، هم لقوك حليت محل ابوهم وابوهم راح، فيعني تستطيع انك تتفهم مشاعرهم. فقال لها انا عارف الكلام ده وشفت ابناء تشرشل عملوا ايه وبيتصرفوا ازاي. طيب يوم 5 قاعد يحكي على طلع خد يتمشى وراح فين، وبعدين شكوى من البيت الابيض بيقول انه مكان كبير قوي عليه وهو مش عارف يعيش فيه كويس قوي. وبعدين دخل لاول يوم يتكلم في السياسه في واقع الامر، بدا يتكلم اللي هو يوم 16 يناير سنه 47، بيقول ايه؟ كان عندي يوم هادي، جالي ولي عهد السعوديه. هو كان غلطان في ده لان اللي راح له ما كانش ولي عهد، اللي يروح يميها فيها هو تصور ولي عهد، هو الامير فيصل راح له كان وزير خارجيه، ما كانش ولي عهد، لكن هو فهم كده. لكن هو كان لدي اي هاد ا كرايت داي، شفت الكراون برنس اوف اريبيا مع الحاشيه بتاعته، وكان معاهم مساعد وزير خارجيه، كان معاهم وزير خارجيه اللي ماشي بيرنز، واتكلمت معاهم، لكن حسيت وهذا مهم قوي انهم اللي هاممهم هو ضيقهم من التأييد أسمائهم، the Syrians, the Iraqis, the Egyptians, السوريين والعراقيين والمصريين والأتراك، وإنه هم ده موضوع شاغلهم قوي. طيب وبعدين جاب بيتكلم انا هسيب الايام على اتغدى فين وتعشى فين ومنين انبسطوا، وغير رئيس وزير خارجيته لغايه ناجي على اول ما بدا يصطدم بالمشكله دي، لانه انا بعتقد ان ترومان فدا احنا درس مهم قوي لازم نفهمه نخلي بالنا منه على الاقل. جا بيتكلم بيقول ايه؟ يوم من الايام بيقول انه هنري مورجانتو، عايز اقول انه بالنسبه لامريكا لازم نبص انه في ثلاث مستويات او عده مستويات من القرار. في اول حاجه في المجتمع مؤسسات ما يمكن ان نسميه ما اصبحنا نسميه الان مؤسسات المجتمع المدني، اللي فيها مش عارف او مؤسسات المصالح، اللي فيها جمعيات اليهوديه، اللي فيها الجمعيات الخيريه، اللي ممكن يكون فيها جمعيات رجال اعمال، نقابات عمال، اللي فيها حتى الممثلين في هوليوود، نقابات الممثلين في هوليوود الى اخره، الكتاب، اتحادات الكتاب.
وفي الاداره الامريكيه وفي البيت الابيض. جنب دول طبعا بطبيعه اللوبي اليهودي. لكن عايز اقول ونحن بنتكلم على كيف تتصرف الولايات المتحده الامريكيه، علينا ان نفرق بين واحد مؤسسات اجتماعيه، نمره اثنين هيئات الدوله، نمره ثلاثه البيت الابيض بيقرر ايه. في هيئات الدوله في هذا الوقت كان في ثلاث هيئات بيعملوا ادوار رئيسيه، طبعا وزاره الخارجيه، البنتاجون وزاره الدفاع، والسي اي اي طبعا وكاله المخابرات اللي كانت جديده داخله جديده. في مؤسسات الخيريه والاهليه في واحد مهم جدا كان وزير ماليه قبل كده اسمه هنري مورجانتو. هنري مورجانتو انا شفته في القاهره هنا في وقت الحرب، جه عمل زياره كان عضو في الشيوخ وكان وزير ماليه. لكن ده جاء وكلم روزفلت في كلم ترومان في التليفون، لانه في مركب مهاجرين اسمها اكزودس راح على حيفا والانجليز منعوا نزولها، فاذا بمورجانتو يشيل التليفون ويطلب يكلم هاري ترومان. فهاري ترومان بيقول ايه؟ بالنص، انا مترجمها بالنص، بيقول ايه؟ ليس من طلبني هنري مورجانتو يحدثني عن سفينه بريطانيه، سفينه مستاجره بواسطه الوكاله اليهوديه تحمل حوالي 3000 لاجئ يهودي والانجليز منعوها من النزول في حيفا. بعدين بقى بيقول بالحرف: ليس من شأن مورجانتو ان يطلبني، ان اليهود ليس لهم مقدار ولا يملكون الحكم على شؤون العالم. هنري جاء الى نيويورك بألف يهودي وقال لنا ان وضعهم مؤقت لكنهم بقوا. طيب، انني اجد اليهود اناس انانيين جدا جدا، انه لا يعنيهم عدد كم عدد الاستونيين واللاتفيين والبولنديين واليوغوسلاف واليونانيين الذين تعرضوا للقتل على يد هتلر وتعرضوا للتشريد واسيئت معاملتهم، ولا يهمهم ذلك كله طالما لاقى اليهود معامله خاصه. عندما يملك اليهود السلطه الماديه او الماليه او السياسيه فانه لا هتلر ولا ستالين يمكن ان يسيء معامله الاخرين مثلهم. انا ده كلام لو حد النهارده قاله يتذبح في الدنيا كلها. ضع جميع المستضعفين على القمه، ليس هناك فارق ان كان روسيا او يهوديا او زنجيا مديرا او عاملا من المرمون او التابتيست فانه سيختل. لقد قابلت عدد قليل جدا جدا ممن يستطيعون ان يتذكروا ماضيهم حين يحل عليهم الرخاء، ومن هؤلاء اليهود. هذا كلام انتي سيميتك الى درجه غير طبيعيه، معادل الثانيه. طيب انا قدامي رئيس امريكي ضيق الصدر، الراجل ده بيكلمني ازاي؟ وبعدين بيقول رايي في اليهود لا حدود له، بيخوف. طيب ماذا تقول؟ احنا نفكر ان الامم المتحده داخله في ذلك الوقت، انجلترا عرض عليها موضوع الهجره وموضوع التقسيم بيلوح في الطريق وفي مشروعات موجوده له. اين الدوله الامريكيه في هذا الكلام؟ الحاجة الغريبة جدا ان الاقي الدولة الامريكية كلها، اجماع الدولة الامريكية انه مشروع التقسيم سوف يضر بمصالحنا، وانه مصالحنا كلها مع العرب، وعلينا ان نحاذر في هذا الموضوع، لانه واحد هذا مشروع لن يكتب له النجاح، نمرة اثنين هذا المشروع الذي لن يكتب له النجاح مشروع الدولة اليهودية مشروع اسرائيل سوف يؤدي الى تعريض مصالحنا للخطر، مصالحنا في المنطقة وهي مع العرب. وبعدين انه هذا المشروع هيعمل في هذه المنطقة كمية من المتاعب لا حدود لها، واولى الولايات المتحدة مهما حاولت ان او مهما كانت رغبتها او رغبات بعض الناس اللي فيها زي هنري مورجانتو او غيره انهم يراعوا كيف يمكن ان يقللوا من هذا الخطر، لانه ما فيش حاجه اسمها دوله يهوديه هتقوم بالطريقه دي ابدا، صعب قيامها، واذا قامت فهي مشكله وعلى حال هتقلب الدنيا وهتعرض مصالحنا للخطر. انا لاقي قدامي تقارير الخارجيه والسي اي اي وتوصل الي ترومان في ذلك الوقت. في تقارير الخارجيه على سبيل المثال انا لاقي وزاره الخارجيه بتكتب للرئيس الامريكي بتقول له ايه؟ بتقول له، وانا هنا الحقيقه انه في اشياء
عايزه ان احنا نراجعها بقسوه، لانه اللي انا خايف منه ان احنا بننساق ورا اشياء تنسينا الاصول وتقع بنا في التفاصيل. وزاره الخارجيه بتقول للرئيس، بتقول له ايه؟ بتقول له لن يحدث انه هذا المشروع ينجح، وتصورنا للحرب في هذه الظروف هو انه اولا مشروع التقسيم موضع مناقشة انه يفوت في الامم المتحدة. طيب، والحاجة الثانية انه قيام دولة يهودية قد يحدث انه هذه الدولة او هذه المجموعة احنا عارفين انها مستعدة اكثر من غيرها لمسؤولية قتال، ولا يبدو قدامنا ان الدول العربية جاهزة للحرب، ما عندهاش القوات ولم تستعد، لكنه في ظرف شهرين هتبقى الدول العربية قادرة انها رغم الخلافات اللي بينها توحد مواقفها. تقديرات خارجية بتقول اولا هيعملها مشاكل. البنتاجون وهذا اهم بيقول ايه؟ بيعمل حط تصور الحرب، بيقول تصور الحرب ما نستطيع نتصوره، الدول العربية ما عندهاش قوات نظامية كتير قوي، لكن عندها معين القوات غير النظامية والمتطوعين، وفي ذهن هؤلاء الناس نمط حرب العصابات. شركات البترول الموجودة العاملة في المنطقة عاملة تقدم للحكومة الأمريكية تقارير وملفات تخلي الناس يخافوا تماما من شكل ما هو قادم، ويقولوا ان دول هيجوا مئات الالوف من شبه الجزيرة العربية ومتطوعين من مصر واسلاميين مش عارف منين ومنين من تركيا، وانه العرب هيبقوا قادرين، اليهود عندهم جاهز، عندهم قوات هم قدروها في ذلك الوقت بحوالي 60 70 الف 80 الف جندي، وعندهم خبرة قتالية، والعرب اللي ما عندهمش خبرة قتالية وما عندهمش حاجة عندهم حرب العصابات، وانه هذه حرب العصابات هذه سوف تأتي الى الميدان بحوالي 200 الى 300 الف، وان خطوط المواصلات هتقطع، وان المستعمرات كلها هتعزل، وانه في ناس هيبادوا، وانه لابد للولايات المتحده ان تحاول تدارك هذا، جنب انه يبدو من الواضح ان انجلترا بتحاول تورط العرب وتورطنا في موضوع نزاع مسلح يجيء في هذه المنطقه ويسهل عليهم البقاء فيها ويعطل تقدمنا الى مواقع البترول او بقيه مواقع البترول. هلاقي اللي يحط قدامه تقارير السي اي ويحط قدامه تقارير المخابرات الخارجيه ويحط قدامه تقارير الدفاع يلاقي انه امريكا كانت في واقع الامر واخده موقف ابعد، والرئيس ترومان واخده موقف ابعد الاشياء عما نتصوره، عما نتكلم فيه الان. انا بسمع بعض الناس بيتكلموا كما لو كان هاري ترومان في ذلك الوقت هو منشئ الدوله اليهوديه، وهو غير صحيح. بالعكس، الرئيس كان عنده شعور معادي اليهود حتى بطريقه مزعجه قوي، طريقه انتي سيميتك، واجهزه الدوله الامريكيه كلها شايفه خطر على مصالح العالم العربي. متى حدث التغيير؟ ولانه هنا ده بقى مساله مهمه بالنسبه لنا جدا في هذه اللحظه. متى حدث التغيير؟ حدث التغيير، انا هقفل شويه على المراحل، لانه احنا بعد كده التطور الطبيعي الحوادث ان انجلترا راحت، مشروع في الامم المتحده، مشروع التقسيم عرض، حصل ضغوط في ممارسه التقسيم. هو ترومان عشان نبقى واضحين، ترومان ضغط بالفعل في موضوع الهجره، وترومان ضغط فعلا في موضوع الهجره لاسباب انتخابيه، لان لو نفتكر انه ده 46 47 48 هو كان عنده انتخابات ويخش فيها، فبدا يحاول يبقى يقبل بعض المساومات والملائمات مع اليهود، موافق قوي، وبالتالي ألح في موضوع الهجره. في موضوع التقسيم هم كانوا زي ما كنت بقول راحوا مترددين فيه مش عارفين فيه، لكن هنا بقى عايزين نعرف من هم الامريكان اللي دفعوا مشروع التقسيم. انا في كل الوثائق اللي قدامي، وانا عندي هنا كل اللي عند الخارجية الأمريكية والمخابرات الأمريكية في ذلك الوقت كله وبالتفصيل وبنصوصه. الحاجة الغريبة جدا انه أمريكا الرسمية بما فيها الوفد كانت ضد قرار التقسيم، ضد أن يصدر قرار التقسيم، لكن اللي
طلعوا قرار التقسيم، واللي ضغطوا في قرار التقسيم في واقع الامر كانوا هم الجماعات المجتمع المدني او المجتمع الاقتصادي او المجتمع التجاري من اصحاب العقاد في البنوك، في السينما، في الاعلام. عملوا كميه من الضغط على الوفود علشان توافق على قرار التقسيم. الحاجه الغريبه جدا ان اكثر وفد تعرض لضغط، ولان صوته كان مرجح، وفد ليبيريا. اللي ضغط على وفد ليبيريا ما كانش الحكومه الامريكيه، اللي ضغط على وفد ليبيريا كان رئيس مجلس اداره شركه فاير ستون للمطاط، وهي اكبر شركه عامله في ليبيريا. لكن في هذا الوقت الحكومه الامريكيه الرسميه بمؤسساتها، بالبيت الابيض، بالخارجيه، بالسي اي ايه، بالدفاع، كانت كلها واحد ضد مشروع الدوله اليهوديه، كانتش متحمسه قوي للتقسيم، ما عندهاش مانع منه لو، لكن في طبيعه الاشياء لما يبقى في مشكله حلت المشكله اليهوديه، ولما يبقى في ضغوط موجوده وخطوات على الارض عمليه تم وضعها، ان يبقى في الاشياء لها حركه ذاتيه في حد ذاتها تتقدم بيها. جنب الامريكان ما بمنعوش، لكن مستهولين المعارك الجايه وهم متصورين العرب سوف ينتصروا بها. ويقول تقرير البنتاغون بتوقيع رئيس اركان حرب في ذلك الوقت، ويوقع عليه جنرال مارشال وهو وزير خارجيه، وهو رئيس اركان حرب امريكا في وقت الحرب، وبعدها بقى وزير خارجيه، يوقع يقول انهم لا يستطيعوا ان يعطوا الدوله اليهوديه الوليده اكثر من سنتين، لانه سوف تستنزف مواردها، سوف تعجز عن انها تجيب حتى مواد غذائيه، سوف على فرض نجات مجابه مواد غذائيه سوف تعجز عن توصيلها للمستعمرات، لان خطوط مواصلاتها سوف تقع، سوف ينفذ ما لديها من ذخيره، والعرب هيقدروا يتوقفوا في ظرف سنتين. مشروع الدوله اليهوديه هنا في هذه اللحظه كان معلق في الهواء. في الوكاله اليهوديه والحركه اليهوديه العالميه وفايسمان الى اخره بيضغطوا. انجلترا بتعمل مشاكل بتعمل في مجلس امن، وعندها حاجه تانية الدول العربيه بتجرب لا تزال مش واخده المساله جد، او لا تزال واخده المشروع خيالي. الوكاله اليهوديه عارفه بتعمل ايه، عارفين بيستعملوا ايه، مدركين، وهذا غريب جدا، مدركين البيت الابيض مش متحمس، مدركين الخارجيه مش متحمس، مدركين ان البنتاغون مش متحمس، مدركين السي اي مش متحمسين، لكن هم بيحاولوا دايما باستمرار الصراعات. اذا استطعت ان تخلق امر واقع، واذا استطعت ان تحافظ على هذا الامر الواقع بكل الوسائل لمده معقوله، فانت تعطيه حياه مستقله. وبالتالي فهم في هذه اللحظه كل جهودهم ان تجتاز عنق الزجاجه، وان تخلق امر واقع على الارض، وان هذا الامر الواقع فور ان تخلقه، فور ان تصنعه، فور ان تضعه في مكانه على الارض، سوف يحقق لنفسه اهدافه بحركاته الذاتيه اذا وجد موارد المسانده والمساعده، وهم كانوا متاكدين انهم يقدروا يعملوا ده. امريكا ما كانتش متاكده. ترومان ما كانش متاكد. ترومان كان منرفز من مشروع الوقت. اللي يقرا بعد كده دفتر يومياته يندهش كيف كان هذا الرجل معاديا لليهود دايما. هو كان عنده شريك اسمه يهودي اسمه سامولسون، وناس كتير كانوا يقولوا تاثير سامولسون عليه في هذا الوقت كان فادح. هو فعلا حاول الراجل يجرب مرات عليه، لانه كان شريكه في محل خردوات زمان في ميسوري، لكن هذا الرجل لم يكن له تاثير، لان الراجل كان في صميمه بيكره اليهود. يعني حاجه غريبه قوي. امتى بدا التغيير يحصل؟ بدا التغيير يحصل في اعتقادي في وسط حرب فلسطين. انا قفزت بقى، قلت حقفز على المراحل، لانه امريكا فوجئت، صانع القرار الامريكي فوجئ بانه هذه الجحاف العربيه اللي صورها ما جاتش، وانه العالم العربي بدا يقبل اللي موجود. في ناس بيقولوا احنا ما قبلناش قرار التقسيم، انا بقول قبلنا مع الاسف، مش مع الاسف، قبلنا، ومستحيل احنا ما قبلناش، وانا هتكلم فيها بعدين. لكن وقبلنا في وقته مش بعد الاوان، لكنه اللي عمل التاثير الفظيع قرار التقسيم جاء، قررت الامم المتحده في نوفمبر سنه 47، بدا عمليه انشاء الدوله، بدا نخش كده، دخلت الحرب، وانا هرجع اتكلم على الحرب تاني. لكنه مسار الحرب
هو الشيء الذي اقنع امريكا بانها هنا قدامنا حاجة تانية. يلفت النظر جدا انه الوثائق الامريكية هنا بتتكلم على انه امتى بدأ التغيير. بدأ التغيير يبقى في غريبة قوي ان الرئيس ترومان لما جاء يعترف حتى باسرائيل لا ضغطوا عليه قوي عشان يعترف باسرائيل فور قيامها. دي الورقة اللي هو اعترف بيها بمقتضى 4 اسطر، ونلاحظ ان حد كتب عليها بخط اليد ال4 اسطر، اصمم انه يحط كلمة بروفيجنال، قيام حكومة مؤقتة، لان الوكالة اليهودية صارعت قبل انتهاء الانتداب وراحت اعلنت قيام دولة يهودية، وطلبت انه امريكا تعترف بهذه الدولة فور قيامها. فاذا حد كتب مشروع حتى مش على ورق البيت الابيض، المشروع اللي مضى عليه ترومان مش على ورق البيت الابيض، واتكتب ما هو موجود في مكتبة ترومان ضمن وثائقه، بيكتب بيقول ايه، يعني تعترف الحكومة الامريكية بتعترف بقيام حكومة لكن حد اضاف بالقلم بروفيجنال كلمة حكومة مؤقتة، وبعدين مش جويش جفرمنت، رفض يحط وكالة دولة يهودية، حط ستيت اوف اسرائيل. وهو يكاد يكون هنا يكاد يقول انه ده بروفيجنال، هنشوف هيحصل فيه ايه، حاجة مؤقتة. لكن لما جت هذه الدولة واثبتت هذا الكيان الجديد اللي جه واثبت انه في الحرب يستطيع ان يحقق شيئا، وانه قدر يحط في ميدان القتال على بداية الحرب على يوم 15 مايو قدر يحط في ميدان القتال في 100,000 مقاتل بيقاتلوا جد، وعلى الناحية العربية في اقل من 10,000 من مصر، واقل من 10,000 من الاردن، واقل من 5,000 من العراق، واقل من 5,000 من سوريا، بذل مشهد يبدو قدام العالم كله واوله البيت الابيض ان والله ايه الحكايه دي. بدا، وهنا دي مساله عاوزه تفهمها الناس النهارده اللي بيتكلموا في المفاوضات. بدات امريكا تكتشف في يوليو، يكتب وكيل وزاره الخارجيه ويكتب مدير المخابرات ويكتب الخارجيه تبتدي تكتب وتكتب البنتاجون يكتبوا ان احنا مفاجئين باللي جرى في المعارك، وانه ظهر انه العرب ما عندهمش لا جم متطوعين ولا ملايين الناس ولا الاف الناس، ولا قدروا يوقفوا البترول زي ما كان بيتقال ولا تعرض اي حاجه الناس، وانه الاسرائيليين اثبتوا انهم مش بس خدوا ما لهم في قرار التقسيم، خدوا ادوا مره ونص، والعرب لم يفعلوا شيء. انا هتكلم على المعارك العسكرية او ايه اللي جرى بعد كده في الحلقة الجاية، لكنه ما غير الموقف كله هو ما استطاع اليهود مع الاسف الشديد او القوات اليهودية ان تحققه على الارض، وما بدا من عجز الطرف العربي. وهنا بدا بقى في تغير اخذ ينمو، لانه امريكا بدأت تدرك ان هؤلاء العرب ليست ما تصورتهم، وانه هذا الكيان الوليد ليس ايضا ما ظنته. وبالتالي بدت نبص نلاقي قرار التقسيم طلع في نوفمبر سنة 1947، والقيام الدولة اعلن في 14 مايو، الانتداب البريطاني انتهى واعلنت الدولة اليهودية قيام، اعلنت الوكالة اليهودية قيام دولة يهودية في فلسطين، وبدت المعارك. وانا كنت موجود هناك، انا من الحاجات اللي جيبها معايا هي لانه ده لها حكايه اخرى، من الحاجات اللي جيبها معايا ان انا كنت موجود في فلسطين قبل الحرب ما تبتدي، وبديت اكتب من فلسطين احاول يعني قدر ما يستطيع صحفي في ذلك الوقت الفت النظر الى انه ما ينتظرنا هناك مش هو بالظبط اللي فكرنا. وقعدت وكتبت في اخبار يوم، واخبار يوم كابتن شرف الصفحه الاولى باستمرار طول الوقت، النار فوق الارض المقدسه، لاني حسيت اني عايز الفت النظر الى شيء كبير جدا بيحصل جنبنا وعلى حدودنا، وانه هذا امر يقتضي مننا ان نتنبه. حصل انه الواقع على الارض بدا يفرض نفسه، وبدا العالم الدولي كله يرتب
مواقفه، وهذا هذه طبيعة حياة، يرتب مواقفه في شأن ما يجري في هذه المنطقة على حقائق القوة وليس على حقوق مطالب بها أو مدعى بها. أنا النقطة دي بقف عندها ليه؟ لأنه في هنا سؤال دايما يطرح نفسه، من أيهما يؤثر على آخر؟ إسرائيل بتأثر أكثر على أمريكا ولا أمريكا بتأثر أكثر على إسرائيل؟ أنا بقول مراجعة كل وثائق تثبت أن أمريكا لم تتقبل مشروع إسرائيل إلا وقد أدركت أن هذا المشروع، أدركت على الأرض وفي ميدان القتال وفي اختبار قوة، أدركت أن هذا المشروع قادر على أن ينشئ كيان يستطيع أن يؤكد نفسه ويخلق أمر على الواقع، على الأمر الواقع على الأرض، ويستطيع أن يحفظ مصالح أمريكية عن طريق ردع كل هؤلاء المحيطين به، لأنه ثبت أنه في قوة تستطيع أن تقاتل وفي مجموعة قوى لا يستطيعوا أن يفعلوا شيء إلا أنه إما يتكلموا عن الحقوق أو يستنجدوا بالآخرين أو يقبلوا تنازلات. عايز أقول أن احنا في هذه اللحظة بنواجه في التفاوض، حتى في اللي احنا بنقابله في التفاوض، بنتصور أن احنا عندنا تصور أنه إسرائيل هي المسيطرة على أمريكا، وهذا ليس صحيح، وأنه بمقدار ما بندي لإسرائيل امتيازات وتنازلات فإحنا بالواقع بنخاطب أمريكا. بالعكس، كل ما بندي إسرائيل تنازلات، كل ما بنتراجع قدام إسرائيل، كل ما بنثبت أكثر للسياسة الأمريكية صحة ما استفادته من درس 48 من حيث أن هناك قوة واحدة قادرة في هذه المنطقة على ضبط الأمور، قوة واحدة تملك في هذه المنطقة عند ملتقى القارات وعند ملتقى المحيطات، تملك أن تخلق أمر واقع، تملك أن تخيف. وبالتالي فإحنا في كل المحاولات اللي إحنا بنعملها إحنا محتاجين حتى مش بس نراجع الملفات، إحنا محتاجين إن إحنا نشوف أدواتنا التفاوضية حتى، لأنه تفرق كتير قوي. إذا تصورنا أن أمريكا لعبة بإيد إسرائيل يبقى إحنا بنعمل خطأ العمر أو خطيئة العمر. إذا عرفنا أنه إسرائيل موجودة مع أمريكا كانت في الأول أداة وبعدين توصلت أنها تبقى تاخد دور شريك صغير بما حققته على الأرض، مش بالضغوط، الضغوط لا، بالدور. عايز أقول أنه ما فيش الضغط ممكن ينجح على أي طرف قوي إلا إذا سندته حقائق مما يضمن مصالح هذا الطرف القوي أو يهددها. ما فيش حاجة، مجتمع الدول هو مجتمع صراع، والنظرة إليه بالتبسيط أو بالحقوق أو بالورق مهما كانت قيمة الورق أنا بعتقد أنها ممكن تؤدي إلى بشكل كبير قوي. هذا ما واجهناه في البداية وهذا ما يمكن ما نواجهه حتى هذه اللحظة إذا لم ندرس ملفاتنا دراسة كافية. مرة أنا اتكلمت على المقدمات لأنه واتكلمت كلام فيها عرض سريع وحاولت ألمس بعض النقط، معرفش قدامها كتير قوي، وخليت السياق حتى يركز على المعالم الرئيسية. مرة جاية هتكلم إن شاء الله على تجربة العرب في الحرب. أنا كنت في وسطها، بمعنى أنا دخلت فلسطين من أول سنة 48. أنا حضرت الفترة المؤسسة للحرب من أول مؤتمر بلدان أنا كنت موجود فيه، كنت حضرته كصحفي طبعا. يعني أول حاجة فيهم كانت دعوة الملك فاروق لإنشاص، مؤتمر قمة الإنشاص، نشوف نعمل إيه في فلسطين. ده كان 46. بعدين مؤتمر بلدان آخر سنة 46، واحد كان في فبراير 46 أو مارس 46، والثاني كان في سبتمبر 46 في بلدان في سوريا. وبعدين شفت مؤتمرات السما العربية كلها وشفت مؤتمرات الجامعة العربية كلها لغاية قرار بحرب فلسطين. وبيعنيني هنا اقف قدام موقف مصر، لكن انا في هذه المواقف كلها سواء بالحظ او ساعات اقول والله انا ما كانش لازم اشوف ده كله، لكن كنت موجود في فلسطين وموجود بين القاهره وفلسطين وعمان ودمشق وبيروت في هذه الفتره، متابعا للمعارك، موجود مع القوات، موجود حيث تصنع القرار. ولذلك في المره الجايه ان شاء الله حاول ابص على الحرب. صباح الخير.